يا مدام شيماء، بعد اذن حضرتك خف الغباوه شويه. احنا ما ينفعش نقول الكلام ده عشان انت كده هتفضحينا. الناس مش عارفه ان احنا بنلعب لعبه، هتفضحينا. الناس مش عارفه ان احنا بنلعب اللعبه؟ ايوه. طب يا جماعه للي ما يعرفش، احنا بنلعب لعبه ومازو بيلعب على فلوس. بس طلقها. هو لو طلقني هينفع افضل العب معاكم؟ حرام عليكي بقى، خف الغباوه شويه. مش هينفع اي حد يطلع دلوقتي، الباب عطلان. عطلان ايه؟ ما هو بيلف اهو. ايوه يا فندم بيلف، بس بيلف عكسي، فمش هينفع تطلع. انا اسف. اربع ساعات والصيانه جايين، معلش هنستحمل مع بعض. انجوي انجوي يا فندم انجوي. ها سعدون، بقينا كام؟ بقينا 21 نفر. احنا بنقرب يا صاحبي، هنوصل يا صاحبي هنوصل. بقول لك ايه، لو هتعمل النمره وترمي نفسك خلص، بدل ما ماشي الناس دي كلها. اوعى تمشي حد، محدش يتحرك من مكانه. سعدون كلمني يا وائل الابراشي؟ لا. ليه؟ عشان مش مسجل نمرتي اهو. اتصرف وكلمه، كلم اي حد بيجي لما نكلمه. طيب انا هكلم بتاع البوفيه اللي عندهم في الاستوديو. مازو! بتعملي ايه يا شيماء؟ بقول لك ايه؟ انا جات لي فكره عبقريه نلم بيها ال 555 بسرعه. فكره يا الله يخرب بيتك، هتموتيني. بص هزقك كده على طول، يقوم الناس تتلم من صوت الهبده. مين يا بنت المجانين؟ خشي جوه. سعدون قال لي كده مش هيحصل لك حاجة. وعندك يا سيدي 150 على الجيم و230 في البيسين وتلاتة حابسينهم في الأوضة، بالعشرين اللي هنا يبقى الحساب كله 480. هي فين الحريقة دي؟ أنا مش فاهم حاجة. حضرتك مستعجل على الحريقة قوي كده ليه؟ عايز تتلسق وخلاص؟ ده بتبقى حر وفرهضة. اتفضل اطلع استناها في أوضتك. اتفضل. إيه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مس اسراء، حضرتك ده جرس الانذار رن، فواضح ان في حريقه كبيره قوي. ربنا يستر يا فندم. هي فين الحريقه دي؟ انا مش فاهمه حاجه. حضرتك انا عامل لها هولد شويه كده عشان نجهز بقى تقرير مفصل. ها؟ اوسكار ايسو، اقسم بالله دخلت عليا. انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ مخصوم منك 3 شهور. احنا اسفين جدا على اللي حصل، وبوعدكم ان الفندق هيعوضكم عن الضرر النفسي. اتفضلوا تقدروا تروحوا على اوضتكم، اللي عايز يخرج يخرج، احنا بجد اسفين جدا. استنوا يا جماعه، في حريقه فعلا. فيها يا اسراء؟ امشوا بجد. انت كمان بتغمز لي؟ مش كفايه الهبل اللي انت عامله؟ وانت ساكت ليه على اللي بيحصل ده؟ انا مش واقف ساكت، انا بعد اهو. فيها يا اسراء؟ مش انت قلت لي كده لما كنا في البيت امبارح؟ انت بتتبلى عليا وبتتهمني في شرفي وان انا كنت عندك في البيت؟ عيب عيب يا استاذ، انا متجوزه من راجل محترم واشرف منك. ايوه، جوزها راجل محترم واشرف منك. فيها يا ايسو؟ اسمي ميسز اسراء. انت اللي علمتني امتى بقى ميسز اسراء وامتى بقى ايسو.